خرج في الأيام الماضية علينا المسؤولون في السودان ليعلنوا حل منظمة الدعوة الإسلامية وإيقاف أنشطتها ومصادرة ممتلكاتها. هذا يقودنا أصلا للسؤال ابتداء حينما نسمع عن منظمة اسمها منظمة الدعوة الإسلامية، عن قضية أصلا الدعوة. ربما البعض يستشكل هذا، يقول هذه منظمات تخرج بهذه الأسماء فقط لكي تكون واجهات لجهات أخرى، لأن الدعوة أصلا توقفت بختام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس يعني مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالدعوة إلى الله عز وجل هي الدعوة للإيمان به وبما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا به ونهوا عنه. وهذه الدعوة إلى الله ممتدة عبر التاريخ، أعلامها الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، فهم خير الدعاة وأول الدعاة، ثم يأتي من بعد ذلك أتباعهم في كل زمان ومكان، كما قال ربنا جل جلاله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الدعوة لا تنقطع إلى يوم القيامة، لأن ربنا جل جلاله ربط خيرية هذه الأمة بقيامها بهذه الوظيفة، فقال جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقيقته دعوة إلى الله عز وجل. وكذلك في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن هذا تكليف رباني يجب عليهم القيام به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك باشروا الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله. ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ما كان منهم حين غزوا بلاد فارس، فطلب رستم رجلا يفاوضه، فما دقق الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما اختاروا رجلا من عامة الناس وهو ربعي بن عامر رضي الله عنه، فلخص الدعوة أمام ذلك القائد الفارسي بقوله: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فقال له رستم: فما لنا إن تابعناكم في دينكم؟ قال له: نقركم على ما في أيديكم وتكون الأرض لكم ونتحول عنكم. قال له: فإن أبينا؟ قال: نستعين الله عز وجل ونقاتلكم. قال له: فما لكم بعدها؟ قال: من مات منا في هذا السبيل فإلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن بقي فإلى نصر وظفر. وبعد ذلك لما طلب مفاوضا آخر فبعثوا إليه حذيفة بن محصن رضي الله عنه، ثم طلب ثالثا فجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كل هؤلاء كان منهجهم واحدا. فالدعوة إلى الله عز وجل فيها الإخلاص لله سبحانه، فيها العلم بما يدعو إليه الإنسان، فيها العمل بما يدعو إليه، مثل ما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فقول من يقول بأن الدعوة قد انقضت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول طبعا باطل، وأدلة القرآن والسنة وفعل الصحابة والمسلمين على امتداد الزمان تبين فساده.